مشكلة العضلة الكمثرية حقيقة تغير مفهوم أو تغير مصطلح هذه المشكلة أو هذه المتلازمة. أصبح مسماها Deep Gluteal Syndrome اللي هو متلازمة آلام المؤخرة العميقة. طيب هذه المشاكل بتعطيك آلام كأنها آلام عرق النساء أو كأنها آلام جاية من الديسك اللي هو ألم من أسفل الظهر ونازل إلى حد القدم. هذه الآلام سببها الرئيسي عبارة عن فرط في الجهد، فرط في المجهود بشكل عام، سواء كان من خلال رياضات معينة أو سواء من جلوس لفترة طويلة يعتبر مجهود جدا عالي على هذه المنطقة، ويكون علاجها ليس المراهم وليس حتى الجهاز سد الفقرات، لأن المشكلة أصلا ما تكون من فقرات في أغلب المشاكل هذه. أفضل حل لهذه المشاكل عبارة عن أنك تمرن العضلة بأسلوب بطريقة معينة بجهد معين. بعض الأحيان نحتاج نحط أوزان عالية عشان نعالج هذه المشاكل. فين أقدر أسوي هذا الشيء؟ كيف أعرف إيش التمرين؟ راجع العلاج الطبيعي للفحص السريري وليس للكهرباء والكمادات.